السلام عليكم شباب، تحياتي. كيف الحال؟ كل شيء بخير؟ صحة؟ نتمنى تكونوا بخير. في حلقة اليوم غنبارطاجي معكم واحد الجهاز ديال كنا درناه سابقا، هي ديال ميزور دي زومو. كيتصادف انني هذا الاسبوع درت واحد الزيارة لمدينة مراكش، سيدي بوعثمان بالضبط، كان عندي فيها انتربريتاسيون ولا شرح والتقييم لواحد لانترفونسيون اللي درناها ميزور ديزونمون. عبرنا لي كابل بالدارجه، عبرنا لي كابل ديال لي زونمون، لي كابل اللي دايزين ما بين واحد لارموار ولا تي جي بي تي وما بين واحد لارموار اللي هو ا جي بي تي، طابلو جينيرال باس تونسيون مع ارموار جينيرال باس تونسيون. هاد لا ليزون اللي دايزه في الارض عبرنا لي زونمون ديالهم. علاش؟ لانه كان عندنا مشكل في لي كابل. مع الوقت واحد من هاد لي كابل، وغنبارطاجي معكم التصاور، تضرب سابو دير الداخل ديال لي كابل ووقع فيه كور سيركوي. دونك الفاز الاول مع الفاز الثاني تلاقى لسبب من الاسباب. حنا نعددو الاسباب ونعطيو اقتراحات ونطرحو فضائيات. قبل من هذا وذاك نطلعو لينترو ونقولو على بركة الله في حلقة اليوم انتربريتاسيون. هنوريكم الرابور لي ميزور اللي داروا في لي زومون وكيفاش انه ممكن نتوما ديروا تقييم لواحد لانستالاسيون اللي عندكم. واحد عنده في واحد لانستالاسيون في واحد لوزين عنده دي ديبار دي كابل، وخاصو يعرف هاد لي كابل لا دوري دو في ديالهم شحال باقي لهم، باش بين قوسين انهم يموتوا، باش انهم يتحيدوا، كتسمى لا دوري دو في. دونك كيما قلنا في لانترو وندوزو الحلقه في اليوم على بركه الله. اولا نشوفوا لاباراي ولا الجهاز اللي كنهضروا عليه. دونك اش تي ما ان ايطالي، ميل ان ايطالي. دونك يونيت، دونك نشوفوا معكم ان قرب، نشعلوا ليكرون. دونك هذا الجهاز، هذا سمعت واحد الطق. هذا الجهاز هو باش كندير لانجيكسيون ديال الكورون في لي كابل. عندي واحد الكابل، نتخيلو كابل اللي هو هذا كابل مثلا ديال 240 ولا 120 ولا هذا واحد لاستيكسيون كابل، وانا باغي نعرف هذا الكابل واش مزيان ولا ما مزيانش. اشنو اللي كندير؟ خاصني نحيدو من لانستالاسيون، خاصو يبقى ايزولي. دونك من هنا ومن هنا من لي دو كوتي، وكنجيب انا واحد اخر يكون ريفيرونس، حيتاش هذا مع اش باغي نعبر لي زولمو ديالو، مع واحد اخر ديال لاطير اولا واحد اخر ديال لافاز، حيتاش كيكونوا مجموعين في ديزين في واحد الشومان كاول بحال هكا. دونك غنعبر ما بين هاد الجوج، خاصهم بجوج بهم يكونوا لي زيكستريميتي ديالهم مفتوحين باش نكون كنهضر بحال هكا. مثلا يكونوا هادو هما جوج ديال لي كابل، انا باغي نعبر لي زولمو اللي بيناتهم، الفراغ اللي بيناتهم، البلاستيك اللي بيناتهم، لاغين اللي بيناتهم. دونك انا كنعبر لي زولمو يعني ما بين لا بارتي ميتاليك ولا النحاس ديال الفاز الاول، اشحال لي زولمو ديالها ولا البعد ديالها كما بينا نفهموها مع النحاس ديال الكابل الثاني. حتى لير كيتسمى ايزولمو، بلاستيك كيتسمى لي زولمو. دونك انا كنانجيكتي الكورون في هاد الجهه، ما خاصهمش يتلاقاو ليا في الجهه الاخرى، خاصو يعطيني اون فالور. هاد لا فالور، هاد لاباراي هي اللي كتعطيها ليا. وما دمنا في الباستونسيون كنعبرو بالميل فولت، وهادي كتمشي حتى الميل، حتى الميل فولت. دونك فاش غنكون كنعبر ل 22000 غنكون خدام بوخرى اللي كنت وريتكم تاع سيركيتور تاع 5000 فولت. انا اليوم لي تيست اللي دارو في الباستونسيون دارو بالميل فولت، وانا اوريكم لي فالور اللي عطوني وانتم غتستنتجوا. مع هادي كيمشيو لي كوردون، الخيوطه. دونك باش ندير انا التيست، وقبل ما ندير التيست فيت اتونسيون، هادشي ما كيدارش ب غير هكاك ولا وما كاينينش الميزور سيكوريتي، حيتاش كنهضروا على 1000 فولت
ديسي كنهضروا على الكورون ديسي راه كانجيكتيو واحد الكورون كبير في لانستالاسيون. هذا الكورون يقدر يسبب حروق ولا دي دوماج لا قدر الله. دونك خاصنا نردوا البال للسيكوريتي تاعي، نلبس لي غون ديالي، نلبس بات سيكوريتي ديالي ولا الشوسور سيكوريزي ديالي، ونحاول نبعد ولا ندير الباليزاج للمنطقه اللي انا نخدم فيها، ماشي الناس خدامين في الكابل ديك الجهه الاخرى نمشي نانجيكتي انا في هذه الجهه اللي انا هنا، لان غالبا في لا بليبار تاع لي كا كيكون الكابل طويل، نهضروا على 100 متر ونهضروا على 50 متر، الكابل كاين هنا وهو بعيد. دونك الا كنت خدام وانجيكتي هنا ولهي الناس ما فراسهمش وشي واحد قاص الكابل، راه انا المسؤول على هذه القضيه. دونك لسلامتكم تفاديوا انه يدار هذا الشيء بالعشوائيه، يدار موب بروفيسيونيل، واحد الورقه تشيك ليست شكون اللي يدير التيست، شحال ديال الكورون اللي انجيكتي، اش من ساعه فاش نبداو التيست، شكون اللي يخدم معايا، شكون اللي يكون لهي تليفونات حضر لانترفونسيون. ما كديرش بهكاك. دونك عندنا جوج خيوطه، كندير واحد في بلاصتو، كل واحد في بلاصتو، كل واحد في بلاصتو بحال هكا، وكناخذ لي كوردون ديالي سوبوزون كان عندي هذا هو الكابل ديالي، هما هادو جوج كابليات اللي باغي نعبر لي زولمون ديالهم، كنحط واحد هنا والاخر هنا، وكنانجيكتي وكنوريك على لانجيكسيون. غنوريكم عندي معكم اون بتيت نشوفو اجي معايا. دونك على هكا، دونك هادي صغروا الاكرام مزيان مزيان. دونك هاك واش تبان لنا هي. دونك هنا عندي انا اصلا كيفاش كتكون طافيه تسمى ديك الطق تاع رولي كيت اكسيتا. ها هي خدامه دابا. انا شحال باغي انجيكتي هنا قد ما كنورك على هادو قد ما كيتشونجا. دونك قلنا انها كتشونجا ما بين ولا بغيتي تخدمها ميتريكس عاديه تاع بلاطونسيون ديالك ولا تاع دونك ملتي فونكسيون. هادي حنا بالنسبه لينا اللي كيهمنا اننا نمشيو ل 1000 فولت 500 فولت 250 نمشيو ل 1000 فولت، هذا اللي كيهمنا باش كنديرو التيست. وقلنا كنحطو لي كوردون كل واحد في النيفو ديال الكابل ديالو وكنديرو جو هو التيست باش اننا نعبرو لي زولمون اللي كاين في داك الكابل. بحال دابا بالنسبه ليا هنا لو كان كابل تما عطاني 4000 ميغا اوم، سيتادير واحد لي زولمون اللي كبير ما بين لي دو كابل لو كان كان هذاك ديال لي كابل. دونك هذا هو ما يسمى بالتيست ديال لي زولمون. عبرنا الشكل الاول، اجي دابا نشوفو الرابور اللي كنت اصلا انا باغي نوريه لكم باش نشوفو اونصومبل هذا الرابور كيفاش ممكن انني نقراه وكيفاش ممكن انني نخدمه. نديرو سكرين ليكرون نطلق. دونك الفيشي اللي بغيت نوريكم اولا شنو بغيت نديرو ليه قراءه هو هذا. دابا انا الرابور اللي درت انا بالنسبه لي زونتروتيان تاع لي بوست ترانسفورماسيون كنديرو لونتروتيان للكليان، وكل رومار كنكتبوها في الرابور ديالو كنكتبو. بحال دابا هنا انا هذا عطيتكم داكشي اللي كان غيال في لونتروتيان. درنا ميزور ديزولمون الكابل 3x240 بلس 95 الي. بالنسبه ليا هذا بعدا اول ملاحظه نقدروا نهضروا فيها. اول ملاحظه اللي هي على اش اسمع شوف معايا هنا ياك فاش ندير جوجل نديرو بحال هكا جوجل نشوفو هنا نديرو كابل ملتي فيل يير ياك بيت ليماج. دابا هاد الكابل هذا ياك فاش كندوزوه فواحد لانستالاسيون ياك هو هذا ما بين واحد تي جي بي تي وواحد تي جي بي تي اخرى. سيرتو كنهضر على الكابليات ديال لي زاليمونطاسيون الكبيره كنهضر على 240. هذا فاش كيوقع فيه شي مشكل لا قدر الله كيم الا وقع في هذا الفاز دابا سخن هذا الفاز وكل العصا وتفرقع مشى لي هذا مشى هذا مشى هذا مشى لي الكابل كله. دونك اول ملاحظه عندي انا في داك الرابور
هي انهم خدامين بالكابل ملتي فيلير، الوغ كو نقدر نخدم انا ملتي بولير ملتي كونديكتور ونقدر نوني في يا دونك كنخدم بواحد بحال هذا، انا كنخدم بواحد بحال هذا فهمتيني، لي زاليمونطاسيون ديالي يكونوا سيباري، يكونوا بحال هكا في الاخر سيبارين. ماشي ندير كاع ملتي فيلير 1 فوا 240 مزيان، دونك يكون بحال هكا كابل، ولا عندي في لانستالاسيون 3 ديال لي كابل غندير 3 ديال لي كابل، دونك 3 ديال 240. هذا الكابل الاول بوحدو فيه النوتر مع النوتر مع انا درت لي ميزور ماشي فيه، انا كندير لي ميزور اللي كنعبر، كنعبر ما بين النوتر والفاز الاول، ما بين النوتر والفاز الثاني، ما بين النوتر والفاز الثالث، ما بين النوتر والفاز وهي غادي بحال ما بين الفاز الاول والفاز الثاني، الفاز الاول والثالث، وكل واحد فيهم كيعطيني واحد القيمه، وهاد القيمة كنقيدها وكنسجلهم، وكيكون طبيعي يكون عندي واحد هو اللي يكون لا ريفيرونس. بحال دابا هذا نيميرو 4 يلا انصلا باقي جديد، دونك باقي جديد كيعطي هاد لي فالور شفتوهم 4000 ميغا اوم، هذا باقي كابل جديد الله تشرى. باغ كونطخ كامل هادو داز فيهم الضوء وخدموا اسيرتان طون، خدموا واحد الوقت معينه، دونك هادا 309.7 ميغا اوم ما بين النوتر والفاز الاول، ما بين الفاز الاول والفاز الثاني عطانا 1015 ميغا اوم، ودائما الانجيكسيون كدار ب 1000 فولت، وكنخليوها واحد شويه ديال الوقت 30 ثانيه وعاد كناخذوا لا ميزور اللي عندنا مثلا، دونك وكل واحد فيهم كيعطيني واحد لا فالور. وفين بانت لي لا رمارك بحال دابا هذا ما بين النوتر والفاز الثالث عطاني 2.47، اصلا القيم اللي عطاني هذا طايحين، ما هما شي 300 الفوق وما هي شي 4000، دونك القيمه طايحين، ولكن فيها واحد كاع عطاني 2.47 ميغا اوم، يعني القيمه طايحه هو وهذا الكابل حتى هو. هكا كنستنتج بانه هذا الكابل، هذا الكابل هذا مع هذا الكابل خاصهم يتبدلوا قريبا. علاش؟ لانه الا بقى واحد شويه ديال الوقت يقدر يوقع فيهم شي كور سيركوي، ويقدر يتبدل يتحرق هذا الكابل ويوقع عليه شي مشكل، دونك عاجلا خاص هذا الكابل رقم 2 والكابل رقم 3 خاصهم انهم يتبدلوا. كنعتقد ان اول فكره وصلت، المعلومه وصلت، باش نكتفي بهذا القدر ما يكونش الفيديو طويل. دونك وريتكم عاوتاني اون اوتر فوا ميزور ديزولمون كيفاش انكم تعبروا لي زونمو ديالكم. انا عاود نطلب منكم انه الاخوان اللي ما كيعرفوش شنو هو لي زونمو يبارطاجيو مع صحابهم اللي قراو معاهم، ولا الناس اللي قراب ليهم، ولا الناس اللي خدامين معاهم هاد الفيديو باش يعرفوا شنو هو لي زونمو، وكيفاش انا ممكن لي انني نعبر لي زونمو، وكيفاش غنطور من راسي ومن السي في ديالي. دونك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، كنتمنى تكون معلومه مفيده لكم، لا الجدول والميبيان والرابور اللي كان، ولا حتى لمود المود خدمه ديال هذا لاباري ديزون. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.